يقول سماحة الشيخ: تقاطع الإخوة في اليمن وتهاجروا وقطعوا الأرحام وقطعوا الصلات بينهم وجاءوا الآن للعمرة، فهل من توجيه لهم جزاكم الله خير؟ نعم، توجيه لهم أن يتقوا الله وأن يطلبوا العلم، هذا نتيجة للجهل. العمل اللي بينهم والمشاقة والمجادلة والمشاحنة هذه نتيجة للجهل، لأنهم لم يتعلموا العلم الصحيح والعلم النافع، ولم يأخذوا العلم عن العلماء، وإنما أخذوه من كتب أو أخذوه عن جهال ومتعالمين. فعليهم أن يتقوا الله وأن يتعلموا العلم النافع على أهل العلم تلقون العلم عن العلماء، ويتركوا هذه الأمور والمشاحنات والمشادات. نعم.